شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل وقتها شتوفة البتة خلي واحد يروح ويمد سويقاته. شنو ما تقولي السبت عشية وراكش في الدار؟ مانيش تحب لي نعمل سي طيب. دي تعرف الدار آخر بلاصة من غير دروع دونتري السبت عشية. قول لي وانت عندك برنامج؟ أنا كل سبت عشية لملي كادر المسؤولين على الشركة بتاعي ونعمل بيهم اجتماع. سبت عشية؟ أي ويبدأوا عاد مزروبين يحب يروح. قال لي وقولوا يطبقوك بحذافيري من غير ما يتحلوا معايا في النقاشات الفارغه. هذوكم ما يتحلوش معاك في النقاش تعرفش علاش؟ على خاطر يخافوا لا يتنطروا من بلايسهم. لا يا سلومه جست ربحا للوقت. انستوا يا رجال انستوا. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. تفضل. قل لي هوني البتة؟ لا ما هوش هوني البتة. تمشي طول ودور على الكنيسة تطرقها سهلة مليانة بالماكينات هاكا غادي البتة. سمحت سمحت. قل لي انتوما باش تشاركوا في البتة؟ وانت علاش تسأل؟ لا لا احنا حبينا نعرفوا كان كنا ناويين على قطيع نتفاهموا من طول باش ما نتزايدوش على بعضنا وهكاك نشريو السلعه بختف. نشري السلعه بختف. لا يا سعيد احنا تابعين مالي المول. مالي المول سامحوني سامحوني سامحوني. شفتي طيب شفت شفتوا جرقه بالزمان؟ لا عاد سامحني هذوما ماهمش تجار فيهم قشاره. الله يهديها زينب قلت لها ما نعملوش بتة نعملوا إعلان في الجرايد. يقول ديماني وقلت لك ما عادش تدخل روحك في الحكاية. ما جربوا مع بعضهم وعملوا مشروع ما مشالهمش. يا بري كانت تدخل تطولي أنت هو السبب. تعرفي طيبة عندك الحق كان سمعوا كلامي راهم ما فلسوش.
تعرف ما حقناش عملنا بتة هكاك الناس يقولوا علينا اللي احنا فلسنا وعملوا لنا عقل عدبش. الكلام قولوا لخدك الجنات هي اللي شدت صحيح باش تشوهها بيان سيغ. الكل من سليمان ودبايرو نو زينوبة ايش مدخل سليمان في هربين الكليونات من السنتر. يا اخي نسيت اللي هو اللي جابنا ميدوة وبعد ما تعلم الخدمة مشى حط الراس على راس معاملات السنتر جديد اللي حل من بعدنا وفكونا كليوناتنا الكل. زينوبة انا لتوا مني مصدقة تحكي على الغدرة متاعو من نو كيفاش عرس مولات السنتر وهو تلوسي وصغر منها في العمر. يخي هو عارس بها هي تي ما هو عارس بالسنتر متاعها. يا بنتي لحبيتي كلهم يحكيوا بيناتهم قصة حب. الرسمية قول بليتو بيناتهم قصة حب. سي طيب يظهر لي نبداو عاد. حتى انا يظهر لي ما عادش باش نزيدو نجيو. ملا عايش خويا تخطف روحك تجيب لنا في الليسته اللي فيها الاسواق. خلنا نبداو كي قدر علينا ربي. حاضر يا سيدي مادامك انت المشرف على البته نخدم. مبروك السلعه جديده. هلا غالب. يا مرحبا بكم يا جماعه. يظهر لي عملتوا دوره باهيه في السالة. وخذيتوا فكره على الماتريال الموجود. مالا هلا نستناو في الليسته اللي فيها الاسوام ونتوكلوا على الله. اي عاد اي ما نوصيكمش يا جماعه تزيدوا تزيدوا مليح. دراعك يا علاف والبريمه ما يغلبوا حد. يلا جنات يلا جنات. نعم ايجي ايجي ايجي. اسمع اقول لك اللي يتزايد وحده يفضل له على خاطر البته هذه بتوا فيها من قبل ما تبدا. ربي يسيني في حكايتك الفارغه. هياو يا جماعه هياو هيا 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 يا سيد المشرف. بارك الله فيك سي طيب. يا سيدي نبداو على بركه الله. الانطلاق سيدي من الماكينه هذه هاكم تشوفوا فيها الكل. جه ربي عايش خويا تنجم تهبط انت. الانطلاق باش يكون 270 دينار. 270 دينار شكون زاد؟ اعطيه 220. 210 دينارات. نعم 210 دينارات. تري تري بيان. يا سيدي اشكون باش يزيد ينقص؟ تجيوش تبدأ قبل ما تجي. أنا جيت توا. سبعونتي وي شكون طلبك؟ فوجئ سيدي خويا. أي وأنت وين على خير؟ واصلوني بقدر ما نجي. أنا قضية متاعك أسبوعي مش وعدني باش تشد التوامة وأنا نخرج العشية. ما لا غالب عزو ساعة قدام خاب سيدي خويا يقضي فيا. بربي شنية هالقضية الأكيدة؟ عشية سبت وإدارات تونس الكلهم مسكري. قال لي ثم واحد بريد جاي باش يهز الدوسي بتاعو وأنا يلزمني نستناه في البيرو. زعما هذي مش آخر طلعة من طلعاتك بالعاني باش ما تشدش الأولاد وأنا ما نخرجش نتفرعد. أمان عزوزي مسامسة كان عمل لك شد شد شد. هاو التليفون واطلب سيدي خويا ثبت وحدك. هيت تعرفني ما نجمش نكلمه. أما تو نثبت في آخر نومرو. هاو نومرو فوشيكا. فوشيكا؟ ريت ريت عزوزتي فوشيكا زاد مسكين طلبني وحب يصدعني القهوة قال لي نجيب قهوة من بعضنا. قلت وين يا فوشيكا وين؟ سيدي خويا قبل ما يروح وصلني بقضية. ليه عاد؟ إذا هكا عندك الحق.
تعرفش كيفاش سامعونتي المرة هذه برا هاني باش نصدقك. أما ما دامك أنت باش تستنى المريض أنا زادة باش نستنى معاك وكل الدرج باش نجي نتفقدك في البيرو. نعم. سعيدك سي بوشيكا برا لا برا برا بنجي يا رب وحدكم كله منك لازم تتكلمني تخليني مروق على البرطابل بتاعي باني منعت زعما من الحسرة في الدار باش ترسلي محصور في البيرو. الله يرحمه قديش كان يضحك وعليا تعرفوا هلا فلاب القدوم قد ما نتفرج فيهم باقي ما ضحك حتى انا زاد يا عمي ما نعرفش علاش الفيلم بوات جدد ما عادش يضحكوا هو فسر لك عليه على خاطر افلام قبل كانوا اون نوار بلون ابيض واسود ملي زادوهم الالوان ضاعوا اش تقصد اش نقصد شو معناها ضاعوا معناها انا السونتر غلبني وما قديتش روحي شنو هي هالبارانويا هذه بتاعك يا بنتي انا امي قاعدين نحكي ولا فيلم اسمعي ناسي سيسلاي في بالي بيك راهو اللي انت عامل فيلم شفت يا امي شفت الظلم والاستبداد عزوزتي ما تفريق لاباس شبيهم قريزمك انا لاباس سبعون اما انت وين على خير انا كنت ماشي لميري باش ندبر عند فيلم نقصر بيه الوقت ما فهميش افلام حتى انا زيدا قلقه ونستنى فيك ونستنى في المريض اللي انت تستنى فيه عزوزتي انا قاعدين بيه اسبوعي شبي خوي لاباس انا لاباس وانتو عزة لاباس عاجبك معزول في بيرو عشان يتزبط صار وعزة علاش عقبتك اش عندك عملت لها نعم تعقبني هذا كان مازال عزة عم تخرج تعملي شدة لأولادها وانا عندي طرع كارثة في القهوة علاش قاعد في البيرو هكيك بالعالي مش مش تلاش أولادها لا هكا عاد لا تنجم انت تمشي للقهوة ولا هي تنجم تخرج ما يهمنيش المفيد ما نسد لهاش ولادها مطلوب فيها انا هي طول طول نقعد نقاسي ملا والله لا هنا عندك الحق اش مدخلك فيهم ما كل ابوهم بون بابا انا هاني ماشي نخدمه استنى انت استنى قولي توا تنجم توفق بين خدمتك في السونتر دابيل وقرايتك هون نب عليك الجامعة قبل كل شيء تهنى بابا أوقات الخدمة سوبل هيا باي تري تري بيان أوفيرا يا أخي تحب تعقد الطفلة على الخدمة كما عقدتني أنا شنو شنو فيش عقدتك إلا زينب من النهار الأولاني وانت تخمص وتغزل على مشروع السونتر أمان أمان هذا كفويا اللي لزيتني بالسيف باش نقفك على البتة سيكوثيرابوت كامل رصات لي مبرح الماتريال متاعكم تخش عليا مبرح على العلاش نقدم في سواقي على هالعملة كان عرفت راني بعثتك الباجي ولا السبوعي وانت ما لاباس كل مرة تحب تلبس لي هالتهمة بتاع الفايت قلتها بفمك معناها انا سبب الفايت
باهي زين بون زين زين من فضلك يا عايشك مش وقت تحديث توا وخاصة برشا حاجات ما نحبش البنات يسمعوهم لا ارتاح بابوني انا نعرف الكوبلويت الكل يتعاركوا وان بليس ديما نحضر على عركاتكم والحمد لله ما طلعتش معقدة انت تسقط ها تسقط زين يا زينب يا زينب يا زينب برا عاد توا اش باش يسلكها تعرف بابا هذه ثاني اقوى عركه صارت ما بيناتكم بو نحكي علي حضر عليهم بركه اسمع والله العظيم انت والله لو كان ما تسكتش باش نعاقبك اكبر عقاب في حياتك اذهب لقدامي فاطمة تراها ذكرني في أقوى عركة صارت بيني أنا وأمك قلت لي قص شعره وأنت ما فقتش بها خوي لا واللي فاتك أغرب قعدت جمعتين كاملين وأنا نستنى فيها وقتاش تمشي تقد شعرها مرة أخرى نهار هي مشيت لحجامة هذا سي شوشو هي رجعت وأنا بديت نشكر ونمجد نشكر ونمجد في المشطة الجديدة متاعها تي هاك لقفتها عاد الحكاية تي لا يا ليت ليلة كي مشيت لحجامة رقدت ومريض مسكر المشطة اللي مشيت بيها رجعت بيها وقعدت الحكاية هي بيها هذا لازم أسبوعي يا ميمتي قديش توحشت وهو والتوامة هلو سامحني دقيقة برك سليمان واحد قال زميلك حشته عندك أبو سي بور موا داكور برك ألو أهلا أهلا دكتور شو أحوالك لاباس وقتها رجعت من بروكسل داكور لا 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 سامحني انا البورتابل نتاعي ما نخدموش في الويكاند اي وانت كسبه يا خويا تخدم السبت عشيه ها تبارك الله عليك يا خويا تبارك الله عليك ربي يزيدك وي 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 وقتاش حاجتك براي شيا اليوم فاش قام الزربه سي سليم باهي يا سيدي دكار سويعة اخرى نكون في الكابينه نتاعي دكار هيا تو تالار ارسي يعيشك لاباسه لا لاباس عندي زميلي طبيب باش يبعث لي مريض ويحب ياخذ رايي معناتها ماشي البلاس هي بالطبيعه دقيقه نرمي سفساري على راسي ونمشي معاك توحشت ولدي يا ديني و... يا ميو
سمحني دخلت طول ما لقيتش الكذبة نتاعك. كذبة؟ الكذبة نتاعي ددو هذيك ببعثها باش تروح. أنا اللي كلمك عليها الطبيب بن سالم. شكون؟ البسي نتاعي زميلك. إي مريني زميلي وزميلي زاد على قطعنا. تفضل اقعد. حسن. ثلاثة بيان قلت لي مالا بعدك دكتور بن سليمان بن سالم دكتور بن سالم أنا سليمان تفضل ما نعرفش أحكي لك وإلا لا ما يلزمني نهز الرابور متاع الطبيب للخدمة متاعي نهار الاثنين وهذاك علاش حب يا خو رايك في الموضوع لا لا كيك راهو الزملاء تاعي كل ما يعينوا إبرة في باسيون ما ياخذوا رأي راهو جوابك بطل شير كون شير كون فرير كون فرير هذايا دي براو نلوموا عليه يقولوا روح عزل خاطرك مش واحد نجم هذا جواب وكملناه شعبته يا اخي ماكش باش تعمل لي كونسلتاسيون لازم انت قصدي توا توا ما لوجيتك انا تريت بيان بون شي مالا نسميو بسم الله ونتوكلوا شكون تعامل في صغرك؟ ما تعرف في البسيكل كرب تبي اللي عملته في صغرك يرجع لك في كبرك ثاني ومثلث عجب والله سامحني طريقتك ما هيش كما طريقه الدكتور بسال طريق دي مش نورمال كيما اللي يقولوا بيبسيتي يوم نورمال يوم نورمال والله ان شاء الله طريقتك تختفي معايا لا 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 تنى 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 ما تقولش كيف فرحان تنى تري تربية حذري روحك طب مش تبدأ الأسئلة أمك 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 مدلتك من اللي انت صغيرة بوبوك الله يرحمه زادك كان مدلك وخوك اللي أكبر منك عارف عليك ديما خاطرك بين في القراية وغير منك خاطر أمك مدلتك ومرتك عدسة تسخان يا دكتور فاش قال خويا عمره ولا هز يده عليا بالكل
تريتري بيا ما لسبيك دي كومبريسي شي يحب يقول تي كومبريسي معقد بشوية يا وليدي راني عييت من جريو يا عمي نخاف للمريض يجي ويلقى الدير مسكر يا مرحبا يا مرحبا وينك يا خاتي فضيلة هالغيبة زعما بهم شكون مات اللطف عليك من الموت يا سي البيجي عجب شبيب يرونا محلول شكون حلو لا اسبوعي غادي ريت حد جاه حبيت نعرف شكون يا اخي عزة وخفت لي في الباب كشوك تريتري بيا لهذا كمريض جايني يا امي كسب اسبوعي الذكا وحل البيرو ربي دوم علينا هالنعمه تعرف سلبيجي الحمد لله عندنا جار كيفك ديما عوينته وذيناته محلوله بارك الله فيك عايش الكل معاملين عليك رانا ملدي مقربع ونص هو عاده المقربعين يسموا الطبيب بركه انت مقربع بهزوز طبه سيدي خويا والله يخطيني هو شد سيء مش حد يعني حديت عليه والله تعدي على شكون تعدي ها وشكون سيادتك مش تعدي عليك سلموا يا بابا يا موتك يا خويا يا بابا قديش وحشتك يا سيدي انا توحشتك يا مين تعبت منك على ولدي شبيه سليمان شعملت اخوك يا امي انجدوا هو شعمل اخوه لا يزي لا يزي حاسب روحه طبيب كيفي ولا يزي فكري مريضي لا مريضك ولا مريضي مريض زميلنا دكتور بنسالم زميلك انت عندك زملاء سامحنا يا اخوي ما تعرف الاخوه ديما يتليك شو هكيك والله يفكروني كي كانوا صغار ويتعاركوا على اللعبه شو اسمع يلا ولا سمك ربي انا مانيش لعبه بيناتهم انا امي يا مان هذا اسبوعي وبراوي عايش بيه بيه برد معي عايش خكرة وما يقصدش والله هي يلعب على نية مسيكة طيب داكور سجون دا أخرى نطيح بيه فاش تتفرج انت فاش ها فاش تتفرج يا وحي حبيت عند خوك يا من القلق خلينا نمشي نطلع التوام مع عيني حنات بوحشها شو امي مش خليني وحدي مع سيدي خويا باهي جا معايا الدار شميع ما نجمش خايف من عزه واه شو عملت لها زين ما عملت لها على خاطر ما حبش تدلى بالبيات باش عزه ما تخرجش ليه عاد هذه قتلهم وسكتوا شنو سي البيج مرا وراجل تدخل في اسرارهم زاده يا ديني إيش معايا ما تخافش أمي فضيلة هل اختص سعيد؟ صار ما في علمكش بيا كسبك تمت السر المرة هذه أين سر؟ ما هو أسبوعي عمل لي تليفون قال لي يا أمي عايشك نحب نعمل دوليشة العشية أنا وعزوزتي إيش شدنا لولي سارة سارة أمي سارة عزوزتي ما في بالكش يا وحيد هذيك علاش طلعت بفزة المريضة أمي فضيلة هاي تفضل ادخل مش بينا واقفين في الباب اللطف ما على سين بيجي باش ما تفوتوش الحكاية سنيس تضحك انت سي ناس كان شديت البيبيات رايشتك خفيفه اما باش ترسيلك تو محصور في الشارع مع مرايتك يظهر لك شكون قالك انا باش نخرج معها الجبنه وقت عاد نسميك بطل اما حسب الغش نتاع اخوك سليمان يظهر لي باش ترسيلك محصور في المرصطة باهي سيدي تو حسب الجواب هذايا الخدمه بتاعك بعثتك للدكتور بن سالم وهو بدوره يزم يعمل التقرير متاعه يبعثه معاك نهار الاثنين قل لي ساعة انت هو دكتور سليمان مثبت ولا انت زادة طبيب فالصو شنو فالصو من فضلك يعيشك ومن قبليك طلبت منك السماحة الحادثة اللي صارت لك مع اخويا مع الكرسي متاعي يا سيدي رويش هاو الدليل هاي شهادتي سيدي في الطب هاو الدكتور سليمان الابيض ومصحين فيها زوز اساتذة قد الدنيا وهاو بطاقة التعريف نتاعي ها مكتوب فيها اللي انا
هو انا. طلعتنا مش هكا؟ يبدو تري تري بيان كي يبدو. هيا نبدو. بون سيدي، السؤال متاعي الاولاني، قل لي علاش الخدمه متاعك بعثتك للطبيب؟ كي شوف دكتور، هما ولاو شاكين فيا. علاش ترى؟ على خاطر انا ما عادش عطيهم الجنب. كيفاش؟ بيناتنا انا ما عاد عندي ثقه في حتى حد. ما عادش عندي ثقة في اللي يوزن لي وفي اللي يرجع لي الباقي وفي اللي يوعدني وفي اللي يضحك لي. لطف لطف. ما عادش عندي ثقة في الجيران وفي الخباز متاع الحومة والنجار اللي حل بحذانا والدجاج متاع المرشي والحوات متاع البرد. حتى الحوات متاع البرد زادة. وما عادش عندي ثقة في جماهيري متاع الكورة وما عادش نمن صحابي ونثبت مليح في فاتوراتي وفي كرني الاعداد متاع ولادي اي سورتو توقعات المروحه متاع مرتي. وعلاش هذا الكل؟ على خاطر ما عادش عندي ثقه في الغله المقرصه وفي الحكوك المسكره وفي المخاخ المشمعه وفي الحكايات الملمعه. اي لكن يا اخي بلاش ثقه ما تنجمش تعيش. حتى خدمتك توا خدمتك ما تنجم ترجعك كان ما يبدا عندها ثقه فيك. هذه هي المشكله. وحتى الثقه كفكره ما عادش عندي فيها ثقه. تري تري بيان باهي. هاني خذيت فكره انا على الحاله نتاعك. تو نعمل التقرير نتاعي ونفاكسيه للدكتور سليم بن سالم. بارفي. ملا نمشي على روحي. اي ما ما نخلصك توا ولا حتى تحضر التقرير؟ الحقيقة ماذا بيا تخلصني توا توا؟ أضمن لي. ريت هاوك حتى أنت ما عادش عندك ثقة. أسبوعي شناهي؟ باش تلعب وتروح رمية زوازة؟ مش خاص ماشي باش نعملوا دولاش. مالا صح شوبينغ أختي عازم. شوبينغ مع سبوعي ماو. قول صح الشوفينغ في الفيترينا وموتينغ بقلبي. راهو نبع عليك من توا مانيش مستعد باش توقفني قدام الفيترينات الكل. اش قولك نمشيو للاك؟ لاك توا الطقس خايب ما يعومش. نمشيو نشوف سيدي بومانديل احسن. وارخص يا سبوعي. سبوعي امشي. هاي تفضل يعيشك. ان شاء الله المشروع الجاي يمشي ويعوض لك لعل فيها خير. ليه وخايتي شعفه وطوبه من السناطر شنيا؟ تي نحكي على السنترويت. لا يزي كثر ولا يزي جديد طايح على القديم. زعما شكو؟ سي سليمان مرحبا تفضل ادخل. ملا يعيشك يا جنات مزروب. امي مازلت قاعده لا يقوم الروح عاد. برا شوف التويمه الساعه. اي حق حتى انا عندي مديده ما شفتهمش. هاكم راقدين في بيت اسبوعي. باهي ملا حضر روحكم امي مادام شفتهم. ها قل لي اش عملت مع الراجل؟ اوه يا امي يا امي يا امي ما تفكرنيش. وينه هو وينه؟ متخبيه؟ ليه خرج يصرح في سويقاته مع عزوزته. امان يصرح في سويقاته؟ مالا بربي يا لجنات كي جي قول له اللي الراجل المريض متاعي حب يقدم بيه نازله. بسم الله لا ولدي و يا امي خش بيك تلعب؟ تعرف ولدك اسبوع يقام بجرائم من اخطر الجرائم في الدنيا. قام بانتحال سيفه مع عملية تحايل وغش موصوف مع سابق الإصرار والترصد. يا فضيحتي.
حياتي. اي وش باش ترسي تو؟ اش باش ترسي؟ وبربي الكلام هذا وصله له، قل له اللي القانون واضح وصريح ولا يحمي المغفلين، مع انه ولدك اسبوع ايامي من المغفلين، شويه لهزني معاه انا زاد للفينجا. كنا مشينا للراجل نطلب منه السماح ونقول له عايش ولدي، احسبني انا وميمتك غلطت معاك. لا لا يا امي تهنى سي، ماني انا سلك الواحلين عاد. بربي يا لجنات كي جي حاول تفجعه كما فجع ميمته. قضى ربي ولطفي وخيتي. تبارك الله وليك سبحان الرب. هزلوا البورتابل على خاطر بابا عمل العمو عمله كاع، وعمو ما نجمش تدي بابا على خاطر امي همي ما تعبش، وعمو مازال يغلي ما بردش بيننا. يا يا ميمتي استنى يا سبوعي استنى. هيا ما تعبت فريد، مش كان مشينا عملنا تروح كارتة في القهوه في الدار خير. اصبر اصبر نرتاحوا شويه هوني، ساقي مشيت ما عادش نجم يا سبوعي. انا نرضى روحي الصباط ضربني وما نرضاهاش حسره الدعم. هو العكس، نرضى روحي محصور في الدار ولا نخرج والصباط ضربني. انا ملي سكر السونتر الصباط ضربني. كتشوف هذا ملي عندي تعبه يا صباط ضربني، ترى كنت بيبي كان السونتر ضربني. سبعونتي انا خممت مليح حلها نلقى خدمه. شكون عزوزتي؟ صابره. حطي صابره بزاف صغيره. اسبوعي يزي متفادليك ليا انا. شنو عزوزتي باش نرجعوا للمعبوكه؟ بربي قول لي توا كي السونتر سكر نانا باش ترجع للكبي وللجينيا، وين الحق ما نحبش نرجع نعاود نتميز. وزاد الحق ما نحبش مرتي تخدم. مرتك كان جاي راجلها عنده خدمه كي العباد الكل، فاش قام تخرج تخدم؟ شبيه راجلها جا وقرروا يخدم بي دي جي وقال لا الاخر خليه يخدم كرسي عنده وياخذ 30 في الجمعه خير من بلاش. مالا حلها نخرج نخدم كي نسى الكل. باهي علاش باش نخدم؟ تي اللي يجي كان لزم في سونتر اخر. لا 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 الحكايه هذه مش عجبتني. مي شنو تحبنا نعملوا اسبوعي؟ نستناو الفلوس يهبطوا لنا صندق من السماء. تربوا يا عزوزي خلي عليك، الحكايه هذه تو نطلع حل انا. باهي يعني خربوا. ياه ساقي ما عادش تحب تدخل في الصباط. لازم لازم الصباط تشرب. ليه؟ ماكش رافعها منفوخه؟ شبيش نعمل توا؟ بسم الله على عزوزتي، عزوزتي تحب نسكن صاحبي؟ عجين طفش لك شويه في ساقك. ما تقوليش هو بيدو العجين اللي بدل لك طاسه مخك تيوبليس. استنى شدك عزوزتي. ما تشدنيش خليني. زينب يا زينب، تعرف سي سبوعي ايش عمل فيا اليوم؟ ما تحكيليش وما عينيش باش نسمع. لا 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 ما تخافش، نعرفك قلقه، اما عندي ليك سيربريز باش تفرادك وتفرادني. شنو هذا؟ هذه يلا لعبه خير من البلاي ستيشن. ترى
لقيتوش سعيد بيه تقول قلبته ما لقيتوش. تبداش هزيته معاك وريحته؟ لا لا ما ثبتش خرجته معايا زعما خليتوش في البيرو. تعرفش كيفاش؟ هيدا التليفون توا انا نطلبك وانت ثبت تحس النقوص. فكرة عزوجي شنطة هيت. ينقص شد عندك شد شد ريت نونا شنعاني ريت شي عزوجي ما سمعتوش. لازم تلقاه في البيرو. باين اخت في روحي البيرو انا. اسمع تمشيش تهز عليها التليفون لا تقيد عليها مكالمه. اس 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 الو الو عسلامة. ويلا تفضل شكون معايا؟ انت اللي طالبتني مدام. منين البورتابل؟ هداولي انا مي اسمه سبعون. انتي تعرفوها؟ حلقت شخت عندك اسبوع ذوق شوية من اللي قاعد ذوق فيه. هس 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 اسمع وطوى كيما تفهمنا. الو وي مين نعرفو سبعون؟ وهو فما شكون ما يعرفش الدكتور سبوعي؟ انت ما تعرفش اللي هو بسي يضرب يسرع؟ هو بحذاك؟ اسألوا بربي بربي اسألوا اسألوا. الو الو علقت مرة أخرى. شيخت عندك اسبوعي. هيا يزي سلومة توا نكلموا عزة ونقولوا لها احنا نفدلكم معاها لتزيد الحكاية تكبر وزيد بيناتنا. والله اسبوعي سخفني. شنو سخفك؟ انا ما سخفنيش. اسمع كي تطلبك المرة الجاية قول لها راهو الدكتور اسبوعي نساء الحومة الكل هكا بالصف عليه خلينا كيك نعملوا له مشكلة بالجرو. زعما سليمان مش برشا؟ انا برشا نتاعك فماش من رجع ربع عقية مش الشيء اللي عملوا فيا. ايوه عزه مسيكنا فجات تركب لها في العصب. دينا عزه نتاعك تكبر وتنسى. كمل الحكايه وتو عزه نفسروا لها من بعد. تهز ويلا وزيد نعلمك اللي الدكتور السبوعي عامل شاطح باطح في بيروه ما فماش مراه في الحومه وما جاتوش للبيرو. الو شكون معايا؟ شوف 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 شوف